بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي 11، مدرستكم باسمة هاني. المرة الماضية كانت أول محاضرة، حكينا فيها عن السيلابس، حكينا عن أشياء عامة وكيف تنزل البرمجية. طبعا المحاضرات بحط لك إياها أول بأول على الإي ليرنينج. المحاضرة الماضية عرفتها على اليوتيوب، بس كان في مشكلة سايتها بالإي ليرنينج. اليوم إن شاء الله بنزل لكم التنتين مع بعض بإذنه. شابتر 1، طبعا السلايدز كاملة والسيلابس حطيت لكم إياها على الإي ليرنينج، بإمكانكم تحصلوا عليها مباشرة من الإي ليرنينج. يهمنا دائما بس تيجي تكتب برنامج إنك تفكر think before you program. إذا قبل ما تكتب البرنامج لازم تفكر بالحل، مش مباشرة أجي أكتب، لازم أنا أصمم الحل أفكر فيه. كمان ثاني نقطة، المفروض يكون برنامجك human readable easy. شو يعني؟ يعني لازم يكون في جمل توضيحية comments ملاحظات توضح، عشان إذا أنا أو غيري رجع بعد شهر بعد سنة بعد يومين يعرف شو بيعمل هذا البرنامج، مين اللي عمله، شو الهدف منه، هذا الجزء شو بيعمل، كيف ممكن أطور عليه. لازم أنا أعرف شو أصلا فيه عشان أقدر أطور عليه، عشان هيك لازم يكون مقروء. دائما لازم الرول الثالثة، لازم practice your program، أشيك عليه. The best way to improve your programming and problem solving skills is to practice. جرب ببرنامجك، شوف أنت حققت الإشي الأوتبوت اللي أنت بدك إياه ولا لا. إذا بدي أجرب، بدي أستخدم البرمجية وأجرب وتأكد من حلي. نيجي ل what is a computer program. احنا بدنا نكتب برنامج، طب شو هو البرنامج؟ مين بيعرف؟ شو احنا بدنا نكتب برنامج؟ بدنا نكتب برامج. شو يعني برنامج؟ شو يعني program؟ مجموعة من الأوامر. صحيح. يمكن بطريقة معينة حتى تعطينا ناتج معين. بستخدمها لحل مشكلة معينة، صح؟ شكرا يا وديع. إذا صحيح، مجموعة من الأوامر المتسلسلة منطقيا بدي أستخدمها لحل مشكلة معينة. إذا a program is a sequence of instructions. A program is a sequence of instructions. نعم يا لينا. والبروجرام كمان بتطلب إنه يكون يلبي رغبات أو الأوامر اللي بتنطلب منه من قبل الكاستمر. صحيح، لازم تلبي رغبات الكاستمر، يعني تحقق الإشي اللي بده إياه الكاستمر. بس أهم إشي، شكرا يا لينا، إنه sequence of instructions، مجموعة من الأوامر التعليمية. لما أنا بحكي instructions يعني أوامر، إذا البرنامج هو مجموعة من الأوامر. هاي الأوامر لازم تكون متسلسلة منطقياً، يعني أنا بدي أحسب معدل طالب ولا أجمع قيمتين، ما بقدر أطبع الجواب وأنا لسه مش قارئ القيمة، صح ولا لا؟ إذا في تسلسل منطقي بالعمليات اللي أنا بدي أقوم فيها. اقرأ القيمة الثانية، اجمع، طلع الجواب، اطبعه، ماشي؟ إذا في تسلسل بالعمليات الموجودة عندي. أي برنامج إحنا بنكتبه بلغة غير الأصفار والوحدات اللي هي لغة الآلة، الكمبيوتر ما راح يفهمه. إذا كل برنامج بنكتبه بلغة عالية المستوى لازم يتحول لمجموعة من الأصفار والوحدات، يعني لازم يتحول للغة الآلة. To run a program is to، عشان أنفذ برنامج معناته شو بدي أعمل؟ create
the sequence of instructions according to your design and the language rules. إذا بدك تكتب برنامجك، برنامجك اللي بدك تكتبه بدك تتقيد بالسنتاكس للغة اللي موجودة عندك، ماشي؟ إذا أنا صممت الحل لهاي المشكلة، أنا بدي أكتب برنامج يحسب راتب موظف، ولا بدي أكتب برنامج يحسب معدل طالب، ولا بدي أكتب برنامج يحسب مساحة الدائرة، أنا صممت الحل. هلأ بدي أكتب، إذا أنا عندي البرمجية بايثون بكتبه بطريقة أو بسنتاكس بيختلف عن لو أنا بدي أستخدم السي بلس بلس أو بدي أستخدم الجافا، كلهم نفس الفكرة بس كل لغة إلها قيود معينة بكتابة هاي اللغة، طريقة كتابة، أوكي؟ يعني الجملة تبعت القراءة بتختلف بالبايثون عن جملة القراءة بالسي بلس بلس عن جملة القراءة، أوكي؟ إذا جملة القراءة بتختلف، جملة الطباعة بتختلف، مجموعة من الأشياء اللي في statement طريقتها بتختلف، أوكي؟ إذا كلهم بيشتركوا بالأشياء الأساسية بس كل واحدة لها طريقة معينة لكتابتها. بعد ما خلصت من كتابة البرنامج turn that program into the binary commands the processor understands. إذا هالبرنامج اللي أنا كتبته compiler سوري الجهاز ما رح يفهمه إلا إذا تحول لإيش؟ مجموعة من الأصفار والوحدات. إذن لازم يتحول لمجموعة من الأصفار والوحدات، هذا اللي بنسميه binary code. Give the binary code to the operating system so it can give to the processor. أنا راح أحول برنامجي للغة الآلة، كيف بتحول البرنامج للغة الآلة؟ كومبايلر. إذن إما بكومبايلر أو بإنتربريتر، إذن إما بكومبايلر أو بإنتربريتر، الاثنين بيحولوا للغة الآلة. إذن give the binary code to the operating system so it can give it to the processor. هلأ بيعطي الأمر للسي بي يو عشان تبلش بتنفيذ هذا البرنامج. Operating system tells the processor to run the program. إذا عطى الأمر بلش يتنفذ هذا البرنامج، خلصت من تنفيذه. When finished, OS cleans up. خلاص بس أخلص راح يشيل إياه من الذاكرة، من الذاكرة الرئيسية يعني، وانتهى تنفيذه. طيب حكينا هون binary code. الباينري كود عشان يتحول برنامجي للباينري كود أنا بدي كومبايلر أو إنتربريتر. بايثون إيش بتستخدم؟ تستخدم إنتربريتد إنتربريتر، أوكي؟ إذا بسميها إنتربريتد لانجوج. هلأ شو الفرق بين الكومبايلر والإنتربريتر؟ الكومبايلر بيأخذ برنامجك ماشي الحال بيحوله مرة واحدة، يعني يأخذ البرنامج كامل وبعدين بيعمل على تحويله لصورة تنفيذية، بينما الانتربريتر بيأخذ جملة جملة وبيحولها. الانتربريتر بيأخذ جملة جملة وبيحولها. Python is an interpreted language. Interpreted means that Python looks at each instruction one at a time and turns that instruction into something that can be run. إذا بأخذ جملة جملة وبحولها لإشي ممكن تنفيذه. That means that you can simply open the Python interpreter and enter instructions one at a time. بإمكاني أدخل حتى جملة جملة، رح أفرجيك إياها. You can also import a program which causes the instructions in the program to be executed. كمان ممكن أنا أعمل import لبرنامجي. To return an imported program, reload it. To rerun, sorry. عشان أرجع أنفذ البرنامج بإمكاني أعمل له reloading من أول وجديد. طيب عشان أجي أكتب برنامج بلغة البايثون، حكيت لك المرة الماضية هاي السبايدر طبعا نزلته على جهازي من ستارت
بروح على سبايدر، ما ظهرتش عندي، بكتب هون مباشرة سبايدر تظهر عندي لأنه أنا منزليته. من وين نزلته؟ من الأناكوندا، anaconda.com، نزلت منها برنامج سبايدر اللي هو راح نستخدمه. راح يكون عندنا خلال المساق، المرة الجاي بعلمك على سايت راح نستخدمه خلال المساق لحل الوظائف والكويزز، ماشي؟ إذا كانت تعتمد على كتابة كود راح نصير نستخدم سايت معين لكتابة الكود لكتابة برنامجنا. عشان تتأكد من صحة برنامجك راح يكون الوظائف بهاي الطريقة، راح نستخدم شيء اسمه Path to Code. أوكي، راح أعلمك عليه إن شاء الله المرة القادمة، يعني خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله بدي أعلمك عليه. هلا عندنا هون البايثون سبايدر، نسخة السبايدر. كل لغة إلها جملة طباعة. جملة الطباعة بالبايثون print، جملة الطباعة بالبايثون print. فتحت قوس لحاله، أعطاني القوس اللي بنهي لي. الإشي اللي بدي أطبعه هون مثلا كتبت له Welcome to Python programming. هاي جملة طباعة. هل هذا برنامج؟ نعم هذا برنامج. كم جملة فيه؟ في جملة واحدة اللي هي جملة طباعة. شو هاي الجملة؟ Welcome to Python programming. اوكي، هاي حطيتها بين quotation، اما single quotation او double quotation بصير. بس اذا بلشت بسنجل بنهي بسنجل، واذا بلشت بدبل بنهي بدبل. هاي الجملة شو بتحكي لك؟ اطبع Welcome to Python programming، اطبع هاي الجملة. جملة الطباعة بالبايثون اللي هي print، جملة الطباعة بالبايثون اللي هي print. عملت run، وين الاوتبوت؟ هيو شو طبع لي؟ Welcome to Python programming. اذا شو معنى هذا البرنامج اللي انا كتبته؟ هذا البرنامج اللي انا كتبته بحكي له اطبع الجملة Welcome to Python programming. إذا هيك أنا وياكم تعرفنا على جملة الطباعة بالبايثون. طيب أنا حطيت الكوتيشن وجيت هون نسيت الكوتيشن. طيب جيت عملت run، لاحظ أعطاني ايرور حتى قبل ما أعمل run، شايف هذا المثلث؟ ماشي. إذا في عندك مشكلة بالكتابة، في عندك مشكلة بالكتابة، بدور end of line، بدور على نهاية السطر، مش هون انت بلشت بكوتيشن، وين الكوتيشن الثانية اللي بتقابلها؟ طيب بصير اطبع بدون كوتيشن، هيك احط له بصير؟ لا، شوف هاي invalid syntax، خطأ، خطأ كبير بالكتابة. شو وين؟ هاي اشي ثابت من نوع string. شو يعني string؟ يعني مجموعة من الرموز، مجموعة من الكاركترز. أي إشي ثابت من نوع string لازم أحطه بين quotation، لازم أحطه بين quotation. هاي عملت run، هاي طبع لي Welcome to Python programming. بصير أحط بدالها single quotation، بس إذا بلشت بsingle انهي لي بsingle quotation. هاي عندي Welcome to Python programming. اللي ما كتب اسمه ورقمه الجامعي على الشات لو سمحتوا يكتبوا. المرة الجاية إن شاء الله ببلش أقرأ الأسماء. هلا اليوم اللي ما كتب اسمه لسه على الشات يكتب لي إياه. طيب إذا هيك كتبنا Welcome to Python programming، انطبعت عندي print هاي هاي run. وين طبع لي هاي؟ على سطر جديد، صح؟ print 4 هاي run. شو أعطاني؟ 4. شايفين الأوتبوت اللي طلع معاي؟ كل واحدة على سطر.
الأربعة ما حطيت لها كوتيشن، معناته هون تعامل معاها كرمز ولا كرقم؟ شو رأيكم؟ كرقم دكتورة. كرقم صحيح، إذا هون كرقم، تعامل معها كرقم. لما حكيت له برنت أربعة طبع لي الأربعة، ما أعطاني عليها إيرور. أما لما حكيت له برنت ويلكم تو بايثون بروجرامينج بدون كوتيشن، بحكي لي إيش هاي يعني، ما بصير. أوكي، إذا الأربعة هون رقم. طب لو حكيت له برنت أربعة بقبلها مني؟ بقبلها. بقبلها، هون شو اعتبرها؟ رمز. اعتبرها تكست. رمز صح؟ إذا string اعتبرها رمز أو string. إذا هون اعتبرها رمز أو string. إذا أنا ممكن أتعامل مع رقم، ممكن أتعامل مع string، كلمة أو رموز، مجموعة من الرموز. print 2 و3 بالعشرة، هاي run. قبلها مني؟ قبلها، هاي اعتبرها رقم بيحتوي فاصلة عشرية اللي هو من نوع float. اعتبرها رقم بيحتوي فاصلة عشرية يعني من نوع float. إذا جملة البرنت تطبع. طيب بصير أحكي له برنت 2 زائد 3. لا دكتورة ما بقبلها. هاي رن، شو أعطاني؟ 5 صح؟ إذا هذا إكسبريشن، تعبير حسابي، جمع 2 زائد 3 وطبع لي الجواب. شو الجواب؟ 5. طب لو حكيت له برنت 2 زائد 3 بصير بحكي سنتاكس زي ما هي. هاي رن، شو أعطاني؟ طبعها زي ما هي، صحيح. إذا اعتبرها string صح؟ فطبع لي إياها كما هي لما حطيتها بين كوتيشن. أما 2 زائد 3 هاي عملية حسابية expression، حسبها وأعطاني الجواب print مثلا result بتساوي فراغ فاصلة 2 ضرب 3. مين يحكي لي شو راح يطلع الأوتبوت؟ راح يطلع دكتور، راح يطبع ريزلت تساوي 6. إذا راح يطبع ريزلت يساوي 6. إذا طبع لي ريزلت بيساوي 6. أوكي؟ إذا الإشي اللي بين كوتيشن بطبعه زي ما هو. الإشي اللي بدون كوتيشن، هلا إذا رقم بطبع لي إياه، إذا إكسبريشن بيحسب لي إياه، وبعدين بطبع لي إياه. واضحة جملة الطباعة؟ إذا هاي عندي جملة الطباعة. في أي استفسار لحد هون؟ طيب إذا من الأشياء اللي طبعتها بتلاحظ إنه ممكن أنا أتعامل مع string، ممكن أتعامل مع رقم ما بيحتوي فاصلة عشرية إذا بسميه integer، ممكن أتعامل مع رقم بيحتوي فاصلة عشرية بسميه float. بسميه float. إذا في عندي string، في عندي integer، في عندي float. طيب نيجي على جملة القراءة. عشان أتعامل مع جملة قراءة، معناته أنا بدي أقرأ شغلة، بدي أقرأ قيمة، بدي أقرأ قيمة أخزنها داخل المتغير، أو بدي أقرأ قيمة أعمل فيها شغلة معينة. أوكي، إذا بدي أكتب X بتساوي input enter your name. شو هاي جملة القراءة عنا اللي هي input؟ إذا راح نستخدم جملة input للقراءة، input وأقواس. طيب شو داخل الأقواس هاي؟ أنا ممكن أتركها فاضية، أنا ما تركتها فاضية، كتبت داخلها enter your name. حكيت له الإشي اللي بتقرأه اللي هو اسمك
وين بدنا نخزنه؟ داخل الاكس. اذا هاي جمله اسناد. اذا انا عملت انبوت اقرا، بس القيمه اللي بتقراها شو بدنا نعمل فيها؟ خزنها داخل متغير اسمه اكس. ركز على كلمه متغير. طيب اجيت عملت رن، شو اعطاني؟ انتر يور نيم، وبستنى المؤشر. شو بستنى؟ بستنى اني ادخل اسمي. كتبت سارة، ضغطت انتر، ماشي. هلا سارة هاي وين خزن لي اياها؟ داخل انا بقيت المتغيرات، داخل المتغير اللي اسمه اكس. هاي اكس شو قيمتها؟ قيمتها سارة. شو نوعها؟ string. ايش نوعها؟ string. ليش string؟ ما هي كلمة صح؟ طيب اي اشي بنقرأه عن طريق جملة الانبوت رح يكون عبارة عن string. اي اشي بنقرأه عن طريق جملة الانبوت رح يكون عبارة عن string. طلع معي هاي run، enter your name، دخلت 4، ضغطت انتر. شو معطيني هون نوعها؟ string. string. طب انا دخلت 4، خلص جملة الانبوت دائما جملة قراءة، اقرأ string. جملة الانبوت دائما بتقرأ string. طب شو الفرق بين الأربعة؟ اني استخدمها كسترينج ولا الأربعة استخدمها كانتجر؟ لما استخدمها كانتجر بتعامل معها كرقم، بس سترينج نص ما بتعرف فيها كرقم وعمليات حسابية. ممتاز يا هبة. إذا لما أنا بدي إياها رقم معناته أنا بدي استخدمها أعمل عليها عمليات حسابية. إذا أنا إجيت أعمل عملية حسابية على سترينج ما رح يقبل مني، ماشي. طب شو أعمل؟ ما أنت ما بتقرأ لي إلا سترينج، لازم أعمل عملية تحويل. اوكي، اذا اي شيء بقراه راح يقرا لي اياه string. طب انا ما بدي اياه string، انا بدي اياه integer. شو اعمل؟ بحوله لا integer. انا بدي اياه float، شو بعمل؟ بحوله لا float. اذا اي شيء بنقراه راح نقوم بتحويله للنوع اللي احنا بدنا اياه اذا انا ما بدي اياه ك string، ماشي. انا اسمي بدي اياه ك string ما في مشكله، اما اذا بدي رقم ساعتها بعمل على تحويله للنوع اللي بدي اياه. الجملة اللي داخل الانبوت هاي مش إجبارية. إذا أنت ما حطيت هاي عندي رن، أوكي، بس بستنى المؤشر إنك تدخل قيمة، ما في إشي يوضح له. هاي سارة، ماشي. إذا ما في إشي يوضح له شو يدخل، بصير هيك هاي الجملة صحيحة. لكن إذا بدك توضح شو بدك تدخل معناته بدك تحط الأقواس، بدك تحط شغلة بين الأقواس توضح شو الإدخال. interior name، إدخال enter مثلا مارك 1، انتر نمبر 1. اوكي، اذا بدي اوضح شو القيمه اللي بده يدخلها اليوزر. لو حكينا رايت بروجرام تو ريد تو انتجرز اند برنت ذا سميشن دم. اكتب برنامج يقرأ two integers ويطبع مجموعهم. اكتب برنامج يقرأ two integers ويطبع مجموعهم. شوفوا هاي الإشارة، هاي معناها comment. شو يعني comment؟ سوري، يعني ملاحظة. يعني شو يعني ملاحظة؟ يعني موجودة بالبرنامج. أيوة، تكون موجودة بالبرنامج لكن وقت الطباعة ما بتطلع بالكونسول، بس هي موجودة داخل البرنامج للتوضيح. بس موجودة للتوضيح، يعني الانتربريتر ما بتطلع عليها، ما بترجمها، صح؟ شو رأيك يا أوس؟ كنت تحكي يا أوس؟ طيب إذا هاي جملة توضيحية إلي للي بيقرأ البرنامج، أما الانتربريتر ما بيطلع عليها نهائياً. هلأ هاي الإشارة إذا كانت الملاحظة سطر واحد، إذا كانت أكثر من سطر راح نحط بحط ثلاثة double quotation.
أو قبل قبل الجمل اللي بدي أكتبها وتحت الجمل اللي بدي أكتبها، يعني أو بحط تحتيهم بعدين خلاص. هاي أكثر من سطر استخدم هاي الإشارات، أوكي؟ أما إذا سطر واحد خلاص الإشارة اللي هي الهاشتاج بستخدمها لسطر واحد. بدي أكثر من سطر استخدم هذيك الإشارة لكل سطر برضو بصير. نعم تفضلي. كان سؤالي إنه بستخدم ثلاثة كوتاش لنفس السطر لو سطر واحد عادي. هيو سطر واحد عادي قبلها مني، أوكي؟ بس هي أعم من هذيك، يعني هذيك خلص لا سطر. أما إذا أكثر من سطر بدي أستخدم هدول 3 quotations، double quotations. ماشي؟ هاي سطر واحد بصير، بدي أكثر من سطر بحط هون برضو ضمن هدول 3 double quotations. بدي أكتب برنامج read two integers and print the summation of them. اقرأ two integers، وجد مجموع هدول القيمتين. x بتساوي input enter value 1، y بتساوي input enter value 2، z بتساوي x زائد y print result بيساوي زد. شو كتبت أنا هون؟ X بتساوي input interval 1، اقرأ القيمة الأولى، وين بدي أخزنها؟ داخل متغير اللي اسمه X. Y بتساوي input interval 2، اقرأ القيمة الثانية، خزنها داخل متغير اسمه Y. شو يعني متغير؟ يعني موقع بالذاكرة ممكن إني أغير قيمته، هاي معنى متغير. كل متغير له نوع، كل متغير له نوع. لحد هون شو نوع الـ X والـ Y؟ رقم integers strings. string ممتاز. مين اللي حكى string؟ سوري أنا علي. أيوة يا علي. إذا ليش string؟ لأنها جملة input، لأنها جملة input، جملة الـ input ما بتقرأ إلا string. طيب بحكي له زد بتساوي x زائد y، زد بتساوي x زائد y، برنت ل result بتساوي، واطبع قيمه الزد، عملت run interval 1 دخل القيمه الاولى هاي 4، interval 2 دخل القيمه الثانيه هاي 5. الريزلت شو اعطاني اياه؟ x زائد 45 حطهم جنب بعض. ايوه اذا 4 5. طب شو مستحيل يكون ناتج جمع 4 و5 45 صح؟ هدول الرقمين حطهم جنب بعض. طب ليش؟ لانه الاكس سترينج والواي سترينج والزائد شو بتشتغل بالنسبه للسترينج؟ بتشتغل كونكاتينيشن. شو يعني كونكاتينيشن؟ يعني بتدمج التو سترينجز، فحط 4 وجنبها 5. لا انا مش هيك اللي بدي اياه، انا بدي اياهم ارقام. اذا شو بعمل؟ باجي بحكي له القيمة اللي بتقرأها حولها لإنتجر. شوف كيف عملت، قرأت قيمة حولها لإنتجر، حطيتها بين أقواس. طبعا ممكن أعمل X بتساوي input وبعدين بسطر ثاني مثلا X بتساوي integer للX اللي قرأتها، بصير عملها بخطوتين. أو أنا عملتها بخطوة واحدة، X بتساوي input integer input interval 1، يعني اقرأ قيمة val 1 شو بدك تعمل فيها؟ حول لي إياها لإنتجر بعدين خزنها داخل الإكس. Y بتساوي إنتجر input interval 2. Z بتساوي X زائد Y، بما إنه الإكس إنتجر والY إنتجر معناته خلاص الZ راح تكون كمان إنتجر لأنها ناتج عملية حسابية لإلهم. Print result بتساوي Z، اطبع لي جملة result بتساوي بعدين اطبع قيمة الZ. هاي run نجرب. Interval 1 دخلت 4، Interval 2 دخلت 5، Result بتساوي كم؟ 9. اختلف الوضع ولا لا؟ اختلف. طلع الأنواع شو صاروا؟ Integer صح؟ هو لحاله غيرهم، أنا ما حكيت له
لا كيف غيرتهم؟ انا حكيت له حولها لانتجر. كيف غيرهم؟ لاني انا حكيت له القيمه اللي بتقراها حولها لانتجر. نعم مين حكى؟ انا خديجه بحكي من الافضل نحطهم فلوت صح، لانه الفلوت تعتبر انتجر لكن الانتجر ما تعتبر فلوت. نقدر نحكي من الافضل نحطهم فلوت لانه هذا بيعتمد على السؤال صح. اذا انا حكيت لك بالسؤال write a program to read two integers صح، بس انا حكيت لك اقراي two integers وانت حطيتيها فلوت، معناته لا انت ما تقيدتي بالسؤال. زميلتكم قصدها انه الفلوت اعم من الانتجر، الفلوت شيء عام اكثر من الانتجر صحيح. يعني هل ممكن اعرف متغير من نوع فلوت واخزن فيه 2.5؟ ممكن. هل ممكن أعرف متغير من نوع فلوت وأخزن فيه القيمة 4؟ بصير، بيعتبرها 4.0 ماشي. فهي قصدها زميلتكم إنه الفلوت أعم من الانتجر، الفلوت أعم من الانتجر. واضح؟ إذن هيك أنا كتبت برنامج شو عمل؟ قرأ two integers وطبع السميشن لإلهم. لو بدي أعدل شغلة بسيطة على هذا البرنامج، بدال السميشن بدي الملتبليكيشن، شو اعمل؟ يلا مين بيعرف يرفع لي ايده؟ ارفع ايدك. بدنا نعدل على البرنامج. ايوه يا وديع، بدنا نعدل على البرنامج بحيث انه بدنا ملتبليكيشن. بغير الزائد. هلا الجمله الاولى فيها اي تعديل؟ لا. الجملة الثانية؟ لا برضو. لا بغير. هلا الجملة الثالثة زد بس. زد بتساوي اكس، ايش اعمل هون؟ بدال الزائد شو احط يا وديع؟ ضرب. ضرب، اشارة الضرب عندنا اللي هي الستار. إذا زد بتساوي اكس ضرب واي، برنت ريزلت بتساوي زد. صح؟ أيران. دخل القيمة الأولى، دخلت 4، دخل القيمة الثانية، دخلت 5، result بتساوي كم؟ ناتج ضرب x ضرب y اللي هي 20. إذا 4 ضرب 5 كم تساوي؟ 20. واضح؟ دكتور عندي سؤال. تفضلي. بجملة print لو حطيت بدل ال z x ضرب y رح يطبعها نفس الإشي نفس القيمة؟ بدها سواء خلت هاي او ما خلتها يمكن بدها تشيلها وبدها تحكي هون. لا لا خليها فوق، بس بدل ما احكي زد على طول بحكي اكس ضرب واي. ايوه هيك بتساوي اكس ضرب واي. اوكي برنت ريزلت بتساوي اكس ضرب واي. اوكي جملتها صحيحه 100%، ما في مشكله. اطبع ريزلت بتساوي اكس ضرب واي، بس هون الزد خلص ما إلها لزوم صح؟ سواء موجودة أو مش موجودة ما استفدت منها. أنا حكيت له احسب ناتج الضرب داخل زد، رجعت هون حكيت له اطبع ريزلت بتساوي، حكيت له احسب إكس ضرب واي مرة ثانية. ماشي؟ فهيك تكرار، يعني ما استفدت من الزد اللي أنا حسبتها هون. هاي هون بإمكاني أشيلها أعملها كومن لو خليتها حسابات زيادة. ماشي؟ هاي عندي رن، دخل القيمة الأولى دخلت 5، دخل القيمة الثانية دخلت 9، شو أعطاني ريزلت؟ بيساوي 45. ناتج ضرب 5 في 9 اللي هو 45. إذا صح يا هبة، بصير أحط إكسبريشن تعبير حسابي داخل جملة الطباعة، بصير أحط تعبير حسابي داخل جملة الطباعة. ماشي الحال؟ أوكي. إكس بتساوي 7. شو نوع الإكس؟ شو نوع الإكس؟ variable. هي variable، بس شو نوع هذا ال variable؟ integer. 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 كيف عرفنا؟ من السبعة صح؟ من السبعة. عرفنا إنها integer عن طريق القيمة 7. هاي عملت رن، أعطاني 7، شو قيمة الإكس؟ انتجر. طبعاً عشان أعيد التنفيذ من أول وجديد الكونسول كله هون حكيت open an ipython console أو بعمل restart للكيرنل.
رجع الرن من أول وجديد هون، فضالي القيم المتغيرات، شال المتغيرات واي وزد. ماشي؟ إكس بتساوي 7، برنت إكس، طبع لي قيمة الإكس. واي بتساوي 3.8 بالعشرة، برنت واي. شو نوع الواي؟ فلوت. هاي عندي، طلع الواي شو نوعها؟ فلوت. شو قيمتها؟ 3.8 بالعشرة. دبليو بتساوي هاي، برنت هون سترينج، هون سترينج صحيح. دبليو بتساوي هاي، برنت الدبليو اعطاني اياها من نوع سترينج. شو الاوتبوت؟ 7.8 بالعشرة هاي، هذا الاوتبوت. ليش ما طبع لي هاي بالاول؟ ليش ما طبع لي 3.8 بالعشرة؟ لا، ما انا حاكي له اطبع اكس، بعدين اطبع واي، بعدين اطبع دبليو. طيب حكيت له برنت اتش، في عندي اتش ما بيطبعها، بيعطي ايرور. ايرور ليش؟ undefined name at، مش معرفه. شو يعني مش معرفه؟ ما عرف شو هي. طب انت بتحكي له اطبع اتش وانت اصلا ما عندك اتش. انا هون شو عملت؟ اكس بتساوي 7، اطبع اكس، عرف شو الاكس، طبع لي اياها. اما اطبع اتش، ما فيش اتش عندي عشان يطبع لي اياها، فاعطاني عليها ايرور. بينما اطبع اتش هيك، هاي صح ولا خطا؟ صح، يطبع هاي صح، لانه هون ثابت، هون الاتش مش متغير، هون ثابت. اطبع الثابت اتش، كلمه اتش يعني. اوكي، اذا طبع لي اتش. لحد هون شو انواع المتغيرات اللي شفناها؟ شفنا سترينج، شفنا انتجر، شفنا فلوت. اذا فاريبل تايبس، انواع المتغيرات ممكن يكون نمبر. نمبر عندنا ما بنستخدم كلمه نمبر، نستخدم انتجر او ايش؟ فلوت. انتجر رقم صحيح، فلوت رقم بيحتوي على فاصلة عشرية. ممكن يكون ترى فلوت شو اختصارها؟ لا ما إلها اختصار، هي فلوت. انت اختصار لانتجر صح، اما فلوت هي زي ما هي، فلوت يعني رقم بيحتوي على فاصلة عشرية، هيك الكلمة كاملة. ماشي. السترينج اللي هو مجموعة من الكاركترز. اذا الأنواع، خليني أشيل لك كلمة نمبر عشان ما تخربط، أنا قصدي إنه هو رقم. الرقم ممكن يكون انتجر، ممكن يكون فلوت. ماشي. هلا عندي نوع string وعندي نوع اللي هو بوليان. شو يعني بوليان؟ البوليان يعني قيمته إما قيمة منطقية أو false. صحيح، إذا البوليان قيمة منطقية إما true أو false. جيت حكيت A بتساوي true، print A. هاي رن، شو أعطاني؟ true. طلع على كلمة true، T إيش؟ capital. ماشي. لحد هلا كل اللي كتبناه small، واللغة case sensitive. شو يعني case sensitive؟ مهم فيها الكابيتال والسمول. طيب هلا كلمة ترو كلمة فولس لما نكتبهم لازم يكون أول حرف إيش؟ كابيتال. طيب جيت أنا كتبتها هيك، لاحظ ما تلونت معي. هاي رن، شو أعطاني؟ مش عارف شو ترو. طب ليش ما اعتبر لي إياها سترينج وقبلها مني؟ لأنها مش كابيتال. لا ما اعتبرهاش بوليان لأنه أول حرف مش كابيتال. طب ليش ما اعتبرهاش سترينج؟ لأنه ما فيش كوتيشن. لو أنا عامل كوتيشن كان خلاص أخذ لي إياها سترينج ومش الموضوع. ماشي، بس أنا بدي إياها بوليان. هاي هون حط لي إياها سترينج، أنا ما بدي إياها سترينج، أنا بدي إياها إشي منطقي، يا ترو أو فولس. لازم أحط التي كابيتال. هاي رن، هاي أعطاني ترو كبوليان. لو بدي إياها فولس برضو بدي أحط الأف كابيتال. هاي فولس. هاي رن، شو أعطاني؟ فولس.
إذن أنواع المتغيرات عندنا integer, float, string وبوليان. integer رقم صحيح, float رقم بيحتوي فاصلة عشرية, string sequence of characters, والبوليان اللي هو المتغير المنطقي اللي قيمته true أو false. طيب بعد ما حكيت A بتساوي false رجعت حكيت A بتساوي true, بصير أغيرها؟ لا ما بصير. ليش؟ مش هي متغير؟ معنى متغير معنى متغير, خليك معي يا خديجة. هلا معنى متغير إنه ممكن تتغير قيمته. أنا كنت حاطة الـ A false غيرتها لـ true هايرا, شو صارت؟ true. بصير كان المتغير قيمته فولس صار ايش؟ صار ترو, لاني حكيت له اطبعها بعد الفولس طبع لي فولس, اطبعها بعد الترو طبع لي ترو. طيب الاكس كانت 7 جيت حكيت له اكس بتساوي 200 بصير برنت لا الاكس هاي ران, هاي الاكس غيرها كانت 7 صارت 200. طب كيف طابع لي 7؟ ما هي بالأول كانت 7 وحكيت مطبعها لسه ما صارت 200, هي طبع لي إياها 7. حطينا قيمة بالواي وطبعناها, حطينا قيمة بالدبليو وطبعناها, طبعنا اتش, حطينا قيمة بالأي وطبعناها, حطينا قيمة بالأي غيرنا قيمة الأي سوري وطبعناها, صح؟ إكس بتساوي 200 غير قيمة الإكس اطبعها طبع لي إياها. أوكي؟ هلا اذا هون ما في جمله طباعه, لو جبت لك هيك بالامتحان وحكيت لك ايش الاوتبوت 200 أول قيمة راح تنطبع عندي إيش هي؟ بلش من أول البرنامج. هاي. دبليو. هاي. عندي بده يجاوب يرفع إيده عشان ما نشوش على بعض. يلا يا إسراء. دكتورة أول شيء راح يطبع دبليو. هاي. أول كلمة راح تنطبع معاي قيمة W يعني كلمة هاي, صح؟ بعدين بعديها راح تنطبع الـ H, صحيح؟ بعدين بعديها بيتين, صحيح. شكرا يا إسراء, صحيح جوابك. إذن هاي رن هاي بعدين H بعدين 200. مش كل متغير استخدمته ضروري يطلع بالطباعة, هاي وما طلعش معاي. اللي كتبت له جملة برنت هو اللي طلع معاي بالطباعة, اللي كتبت له جملة برنت هو اللي طلع معاي بالطباعة. ماشي الحال؟ إذا هاي الأوتبوت اللي طلع معاي. X بتساوي 7, Y بتساوي خليني أحطها 3.5 برنت X فاصلة Y. شو الأوتبوت؟ شو الأوتبوت؟ أيوة يا وديع. قيمة X وقيمة Y جنب بعض 7.35. سبعة وجنبيها 3.5. شكرا يا وديع. إذن 7 وجنبها 3.5. طيب لو كانت برنت واي فاصلة اكس شو عطاني؟ مين اللي بالاول يا وديع؟ طبعا الواي بالاول. لا الواي بالاول, صح؟ اذا قيمة الواي بالاول اللي هي 3.5 بعدين 7, 3.5 بعدين 7, اذا طبعنا 3.5 بعدين طبعنا 7.
لما بستخدم هاي الإشارة، هاي اسمها جملة إسناد، هاي اسمها جملة إسناد. الإشي اللي على اليمين بسنده للمتغير اللي على اليسار، الإشي اللي على اليمين، القيمة اللي على اليمين بسندها للمتغير اللي على اليسار. طلع على الواي، كانت 3.5 صارت ويلكم، بصير؟ بصير عندنا باللغة؟ شو معنى إنها كانت 3.5؟ يعني كان نوعها فلوت، بعدين كتبت واي بتساوي ويلكم، شو صارت؟ صارت سترينج، بصير؟ آه بصير. لاحظ، تغير النوع كامل مع تغيير القيمة، تغير النوع كامل مع تغيير القيمة. هاي ميزة عندنا بالبايثون، يعني باللغات الثانية بحكي خلاص الواي انتجر بدها تضل انتجر، بينما هون انا عرفتها بالاول استخدمتها كفلوت وبعدين رجعت استخدمتها كسترينج، هذا مسموح عندي باللغه، غيرت النوع للمتغير، هذا الشيء مسموح عندي باللغه. طيب طب دكتوره ليش ما طبعها بالحالتين وهي فلوت وهي لانه وهي انا string. ما حكيت له برنت، لو حكيت له هون برنت الواي تمام صح، لازم تحت كونفيجر اعمل كوماند، لازم اني اطبعها عشان تظهر معي بالطباعه، اذا انا ما طبعتها خلص ما راح تظهر معي بالطباعه. طيب اكس بتساوي 7، شو نوع الاكس؟ انتجر صح؟ اكس بتساوي x زائد 1 print ال x، x بتساوي x زائد 1. شو يعني x بتساوي x زائد 1؟ دائما بجملة الإسناد الإشي اللي على اليمين بسنده للمتغير اللي على اليسار، ماشي؟ إذا جملة الإسناد أو الأسايمنت ستيتمنت، الأسايمنت ستيتمنت عندي اللي هي هاي الإشارة، دائما الإشي اللي على اليمين بيتم إسناده للمتغير اللي على اليسار. أول إشي الأسايمنت ستيتمنت لازم اللي على اليسار يكون إيش؟ متغير، لازم اللي على اليسار يكون متغير، اللي على اليمين ممكن يكون ثابت، هيو هون صح 7 ثابت؟ ثابت رقمي، ممكن يكون إكسبريشن تعبير حسابي، وممكن يكون فاريبل، إذا ممكن يكون ثابت، ممكن يكون متغير، وممكن يكون expression تعبير حسابي، بينما على اليسار لازم يكون اسم متغير، ماشي؟ خليني قبل هاي أحكي لك أو خليها هلا. الاكس بتساوي 7 هون ثابت خزنه داخل الاكس، اذا المتغير اكس شو قيمته؟ 7. واي بتساوي 6، المتغير واي شو قيمته؟ 6 صح. اكس بتساوي واي، التغيير على مين؟ على المتغير اللي على اليسار، هاي جمله اسناد، على اليسار لازم يكون اسم متغير. هلا مين اللي تغيرت، اكس ولا واي؟ صارت 6 مثل واي صحيح، اذا اللي تغيرت هي اكس، شو صارت؟ صارت 6 مثل واي. حكيت له اطبع اكس وواي، طبع عملت رن، شو طبع لي؟ 6 و6. الاكس شو قيمتها؟ 6، والواي شو قيمتها؟ كمان 6، ماشي. الاثنين شو نوعهم؟ انتجر، الاثنين نوعهم انتجر. طيب
اجيت حكيت لك واي بتساوي اكس، هل اكس بتساوي واي هي نفسها واي بتساوي اكس؟ لا اختلفت. لا نفسها. لا اختلفت. كيف اختلفت يا عبد الله؟ نعم هسا هون اسندنا الواي على الاكس، صارت قيمة الواي 7، يعني التغيير على الواي، اسندنا اكس للواي، اسندنا اكس للمتغير واي، يعني صارت السبعة داخل الواي، الاكس ما تغيرت 7، الواي صارت 7. هايرا شو القيم الجديدة؟ 7 و7، القيم الجديدة اللي هي 7 و7. إذا بالجملة الأولى هون إكس بتساوي 7، خزنت ثابت داخل الإكس. هون واي بتساوي 6، خزنت ثابت داخل الواي. إكس بتساوي واي، واي بتساوي إكس، هدول مش متكافئات. بالحالتين أنا خزنت متغير داخل المتغير اللي على اليسار، بس بدي تعرف إنهم مش متكافئات. واي بتساوي إكس، التغيير على الواي، بينما إكس بتساوي واي، التغيير راح تكون على، راح يكون على مين؟ على الإكس، على المتغير اللي على اليسار. طيب لو كان عندك هيك البرنامج وحكيت لك إيش الأوتبوت النهائي اللي راح يطلع معي؟ راح يطلع 6 و6. النتيجة بتحكي راح يطلع 6 و6. مين إله رأي تاني؟ أنا بحكي 7 و7. يبقى بتحكي 7 و7. شو رأيكو؟ مين مع خديجة؟ 6 و7. 6 و7. 6 و7. طيب نشوف مع بعض. هايران شو أعطاني؟ 7 و7. مين اللي جاوبت 7 و7؟ هبة؟ أنا. أنا. أيوة يا هبة. ليش 7 و7؟ لأنه أنا أسندت واي لقيمة إكس، وإكس هي بالأصل 7، فصارت إكس وواي نفس إكس، يعني 7 و7. أسندنا الإكس للواي صح؟ فصارت 7 و7. اجيت حكيت اكس بتساوي واي، ما هن 7 و7 هلا معي، ارجع غير الاكس لقيمه الواي، ما هي اخر قيمه عندي 7، خلص راحت الاكس، هاي معنى متغير تغيرت قيمته، راحت القيمه الاولى. شكرا يا هبه. مره ثانيه، اكس بتساوي 7، الاكس قيمتها 7، الواي شو قيمتها؟ 6 كانت. هلا حكينا واي بتساوي اكس صح؟ خليك معي. هاي عنا لو حكينا، هاي عنا إكس، وهاي عنا هون واي. الإكس شو قيمتها؟ الإكس قيمتها 7، والواي شو قيمتها؟ الواي قيمتها 6. ماشي الحال؟ الإكس قيمتها 7 والواي قيمتها 6، واي بتساوي إكس، مين اللي تغيرت؟ الواي، شو صارت؟ بدال 6 شو صارت؟ 7. 7، إذا بدي أشيل 6 وأحط بدالها 7، هاي هون شلنا 6 وحطينا مكانها 7، تغيرت الواي، هاي الستة خلص راحت، بطلت موجودة، ماشي؟ الستة هاي بطلت موجودة. هلأ شو اللي عندي؟ الإكس 7 والواي شو؟ 7. إكس بتساوي واي، غير قيمة الإكس، شو بدي أغيرها؟ خزن فيها قيمة الواي، يعني شو لازم تصير؟ 7. هو ما عنديش غير 7، غير قيمة الإكس خزن فيها قيمة الواي، صارت 7. برنت إكس وواي راح يطبع لي 7 و7، راح يطبع لنا القيم 7 و7. واضحة؟ واضح لحد هون؟ مين عنده سؤال؟ ايوه يا روان. دكتورة يعني احنا رح ناخذ قيمة واي الجديدة. دايما المتغير خلص اخر قيمة، القديمة راحت، اجت قيمة مكانها، ما بحط لي القيمتين، بشيل القيمة القديمة وبحط القيمة الجديدة بدالها صح؟ اوكي. طيب لو اجيت حكيت هسا اكس بتساوي واي زائد 10،
print x print y. شو الاوتبوت؟ مين يحكي لي شو الاوتبوت؟ جبت لك هذا البرنامج وحكيت لك ايش الاوتبوت. ايوه يا ولد. اول شيء سبعة تحتها 17. اول اوتبوت شو راح يكون؟ الاوتبوت راح يطبع اكس، قيمه اكس اللي هي 7 وتحتها 17. هاي برنت اكس واي لساتها موجوده. 7 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
ماشي. هلا اكس بتساوي واي زائد 10، برنت الاكس، شو صارت الاكس؟ 17. برنت الواي، الواي ما تغيرت ضلت زي ما هي 7. اذا طبع لي 7 7 بعدين 17 بعدين 7. شكرا جزيلا. لو شلت هاي البرنت كان شو صار الاوتبوت؟ 17 وتحتها 7. اذا 17 وبعديها على السطر اللي بعديه القيمه 7. طيب اكس بتساوي اكس زائد 5، برنت اكس فاصله واي. هلا لحد هون احنا حكينا الاكس قيمتها 17، هاي هون 17، عارف شو اكتب فيها، هون عندي 17، لا ما امسحها بالاول. طيب اذا لحد هسه شفنا انه الاكس 17 والواي 7. هلا التغيير الجديد هذا شو راح يعمل؟ 12 7 بتساوي اكس زائد 5. شو رايكم؟ 22 و7 حيطلع دكتور 22 و7. اذا الاكس بتساوي اكس زائد 5، انا وصلت انه الاكس كم؟ 17. هسه شو حكيت له؟ اكس بتساوي اكس زائد 5، 17 زائد 5 شو راح تصير؟ 22، صح ولا لا؟ شو الاوتبوت كامل؟ في عندي برنت اكس هون لما كانت 17، برنت واي راح يطبع 7. هلا غير قيمه الاكس صارت 22، اطبع لي الاكس والواي جنب بعض راح يطبع لي 22 و7 جنب بعض. اذا كم سطر بالاوتبوت عندك؟ راح يكون 3 اسطر. اول سطر 17، ثاني سطر 7، ثالث سطر 22 و7. واضح؟ اذا تغيرت الاكس ل 22. نعم، هو بتعامل مع المتغير على حسب اخر شيء عرفناه. دائما المتغير تتغير قيمته، القيمه القديمه بتروح بتيجي مكانها القيمه الجديده. هسه الاكس بلشت، ايوه الاكس بلشت ب 7، اجيت غيرت الاكس هون، رجعت غيرت الاكس هون، متغير بتتغير قيمته. ماشي. هلا اخر قيمه للاكس اللي هي 22، هاي 17 بدي اغيرها ل 22، بس لاحظي انه هون لما غيرتها ل 17 طبع لي اياها، ما ننسى الطباعه، طبع لي 17، برنت واي طبع لي 7. هسه حكيت له غير الاكس، اكس بتساوي اكس زائد 5، راح يشيل ال 17 وايش يحط لي بدالها؟ 5. راح يشيل ال 17، سوري، راح يشيل ال 17 ويحط لي بدالها كم؟ 22. إذا تغيرت القيمة ل 22. ماشي. لما طبع لي هاي 22 و7. لا تنسى إنه هون في جمل طباعة، يعني قبل ما تتغير ل 22 طبع لي ال 17، أوكي؟ بينما هون ما في جمل طباعة، ما طبع لي الإكس لما تغيرت ل 7. واضح ولا لا؟ ماشي الحال؟ أوكي يا جماعة؟ إذا هاي الجملة بجوز لما نشوفها بالرياضيات نحكي شو هاي الجملة خطأ، بس هون بالكمبيوتر هاي الجملة صحيحة. إكس بتساوي إكس زائد 5، يعني غير قيمة الإكس زيدها بخمسة، بعد ما تزيد لها 5 خزنها داخل الإكس. هاي جملة إسناد، هاي الجملة مهمة عندنا، أوكي؟
اوكي اذا هاي الجمله صحيحه ما فيها اي اشكاليه. غير على قيمه الاكس ضيف لها 5، خزن القيمه الجديده داخل المتغير. اذا جمله الاسناد كان عندي هون على اليمين ثابت، كان عندي هون على اليمين متغير، كان عندي هون على اليمين اكسبريشن، وهاي نفس الشيء اكسبريشن تعبير حسابي. بينما على اليسار لازم يكون متغير. يعني هل بصير احكي x زائد 1 يساوي y؟ لا. هاي رن شو اعطاني؟ كانت assigned to operator. ما بتقدر تستخدم جملة إسناد وانت عندك operator عملية حسابية على اليسار، خطأ. إذا هاي syntax error، ممنوع إنه أخزن داخل عملية حسابية. بصير أحكي 2 بتساوي R أو 2 بتساوي X. هاي رن كمان لا، كانت assigned to literal. literal يعني ثابت، ما بصير أخزن داخل ثابت. دائما التخزين بده موقع تخزن فيه، الموقع هذا يعني متغير، الموقع يعني متغير، ماشي؟ إذا دائما لما بدي أخزن بدي أخزن بموقع، الموقع يعني متغير. أوكي؟ واضح ولا لا يا جماعة؟ دكتورة لما بدي واضح. أعمل فراغ بالإنبوت بعمل كمان برضه هون فراغ يعني ولا كيف؟ وين فراغ بالانبوت؟ شو قصدك؟ شو اعمل؟ يعني اترك فراغ بالانبوت بعدين مثلا اطبع انبوت ولا بالبرنت؟ يعني عفوا بالبرنت يطبع لي الجمله قبل الفراغ. اترك سطر فاضي. طيب هاي برنت واي هاي رن، أعطاني هون سطر فاضي، كتبت برنت هيك لحالها. طيب هسه إذا بدي أترك فراغ بنفس السطر. بترك print. بالإنبوت. شوف هاي برنت إكس فاصلة هاي فراغ. أيوة تمام. هاي ما بتأثر، هاي اللي بتأثر، هاي اطبع لي string فراغ. ماشي، فأنا هيك عملت فراغ. في كمان عندي خليني أشوف تشتغل معي backslash t يعني tab، اترك فراغ طويل. اوكي كذا ما بصير يعني... اترك فراغ قبل البرنت. هون جملة البرنت اني اترك فراغ هون هيك. هاي ممنوعة. ليش؟ هذا أيوة اسمه طبعا. indentation، مسافة بادئة بالبايثون لازم يكونوا على نفس المستوى. لما بكتبها هيك لجوا هاي معناته انه هاي الجمله تابعه للي قبلها، يعني شيء فرعي منها. هاي مش شيء فرعي منها، فمعناته هاي راح يعطيني عليها ايرور. هاي راح يعطيني عليها ايرور. شكرا لسؤالك، بدي احكيه ونسيته، ذكرناه المره الماضيه. الاندنتيشن شيء مهم كثير باللغه، بالبايثون. اللغات الثانيه ما بتركز عليه، بينما البايثون بتركز عليه. المسافه البادئه اللي هي في بدايه السطر، هاي هي المسافه البادئه، مهم كثير عندنا باللغه. ما بصير هيك أدخل هاي الجملة لجوا، هيك معناته هاي الجملة فرعي من هاي الجملة، وهذا الإشي خطأ. لسه إحنا ما أخذنا أي إشي فرعي أو تابع لجملة معينة، عشان هيك كلهم على نفس المستوى، كلهم لازم يكونوا على نفس المستوى. شكرا للسؤال. إذا ما بصير يكون عندي مسافة بادئة بداية السطر، لأنه هذا إشي مهم كثير بلغة البايثون. معنى الإندنتيشن إنه هذا تابع، شوف هاي أعطاني إيرور. هاي عملت مسافة بادئة، شو أعطاني؟ unexpected indentation. أنا ما بتوقع منك هذا الindentation هون، ماشي؟ إذا لازم أرجعها لبداية السطر، لمستوى الجمل الثانية. هلا أنا فهمت السؤال خطأ، سألني زميلكم لو بدي فراغ حطيت لك فراغ بالطباعة، لو بدي سطر فاضي حطيت لك سطر فاضي. وفي عندي كمان طلع هذا السطر الفاضي، هلا من وين اجى؟ انا ما حطيت هون برنت اقواس فاضي، بس من وين اجى؟ شايفين هاي باك سلاش ان؟ الباك سلاش الها معنى باللغه. باك سلاش ان معناها نيو لاين، سطر جديد.
باك سلاش تي يعني كبسة التاب الموجودة على الكيبورد، يعني مسافة طويلة هي، ماشي؟ بينما لما حكيت له أقواس هيك كوتيشن سوري فاضية هيك وبينها فراغ، يعني طبع لي فراغات. هاي عندي رن، تلاحظ إنه طبع لي مجموعة من الفراغات حسب ما أنا حطيت هون، ماشي؟ هاي لترتيب شكل الطباعة عندك بالطريقة اللي بدك إياها. اوكي يا جماعة، في أي استفسار لحد هون؟ اللي عنده سؤال يسأل، يلا اللي عنده أي سؤال لو سمحتوا يسأل. يعني فاهمين؟ روان أيوة تفضلي. الدكتور اللي هو موضوع الإكس والواي لما بتصير تتغير، بتصير تتغير قيمتها، يعني أظني أنا من بداية البرنامج زي تسلسل عشان أعرف. ماشي، حكينا البرنامج مجموعة من الجمل التنفيذية المتسلسلة، لازم التسلسل. كانت الإكس 7 صح؟ هون ضلت 7، ليش؟ لأنه الواي خزنت فيها 7 وبعدين حكيت له خزن الواي داخل الإكس فضلت 7. هلأ الإكس تغيرت، شو صارت؟ واي زائد 10 اللي هي 7 زائد 10 17، بعد ما كانت 7 صارت 17. هل بينت السبعة بالطباعة؟ لا، لأني ما حكيتش هون برينت. بينما السبعتاش هل بينت؟ آه، لأنه بعد ما تغيرت لسبعتاش حكيت له طبع لي إياها. شو طبع لي؟ السبعتاش. طيب بدي أكمل، إكس بتساوي إكس زائد 5، تغيرت الإكس كمان مرة، بعد ما كانت 17 شو صارت؟ 22. تسلسلي زي ما حكيتي، بضلني أغير على القيمة النهائية. طيب لو رجعت بعد كل هذا حكيت إكس بتساوي 2، هاي رن، هاي آخر قيمة عندي 2. وين أنا طابع؟ بطلع الطباعة، بس لازم أنا أتبع وأشوف شو وين وصلت بالقيم، ماشي؟ جزء القيمة ما تظهر بالطباعة لأني مش كاتب جملة برين، بس لازم أنا أتبع وأشوف شو القيمة الجديدة عشان بدي أكمل عليها، صح ولا لا؟ تمام. خلاص واضحة؟ واضحة، بس لو في مجال تصيري تعملي ريكورد للمحاضرة. أنا بسجليتها كل محاضرة، بسجلها وبحط لكم إياها على الإيميل، ماشي؟ خلاص تمام، شكرا، يعطيك العافية. هلا يا روان، أهلين. في حد عنده أي استفسار ثاني؟ دكتورة يعطيك العافية. هلا يا هند. لا هند زين. دكتور هلا الريكوردينج تبع المحاضرة بينزل دايركت بعد ما تخلص المحاضرة بنفس اليوم؟ غالبا بنزلها بنفس اليوم، المرة الماضية بعد المحاضرة مباشرة حاولت انزلها بس كان في مشكلة بالاي ليرنينج. اوكي مش مشكلة، بنزلكم التنتين مع بعض. هي المحاضرة السابقة ما فيهاش شيء الا مقدمة يعني بشكل عام، السيلابس، توزيع العلامات، البرنامج، البرمجية اللي راح نستخدمها، ماشي؟ محاضرة اليوم ان شاء الله بنزلها اليوم. نعم دكتورة، أنا تأخرت على المحاضرة اليوم، تأخرت شوي بس بعرفش حكوا مع حكوا عشان موضوع السلايدات ما زبط، ما زبط تفتح الملف، ما زبط معكم فتح الملفات؟ لا وبعثت لك والله إيميل ما زبطش. لا بالمرة بعثت لي إيميل ما شفته، متى بعثته؟ امبارح. ما بعرف. طيب اذا ما زبطوا معكم هلا بفك لكم ضغطكم. انا زبط معي، انا زبط معي بس على اللابتوب بفتح لانه التليفون ما بيدعم هيك برامج. ايوه انا فكرت انا لاني حطيتها انا حطيته كملف مضغوط. هذا الشيء بيفتح اللابتوب، انا فتح معي اليوم. دكتوره فكرت برنامج على اذا منزلين برنامج تبع الضغط على التليفون عادي بيفتح. إذا عندكم مشكلة خلاص أنا برجع بفك لكم إياهم، بحط لكم إياهم على الإي ليرنينج، مو مشكلة. إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة. هلا هلا، يعطيكم العافية. دكتورة. تفضل. هسا برنامج سبايدر بقدر أنزله على التليفون؟ ما بتوقع، بدك تدور على فيرجن تناسب التليفون وممكن يكون فيها اختلافات، فأنا بفضل لازم يكون عندك جهاز تشتغل عليه، بدنا نكتب برامج، بدنا نمتحن، كيف بدك تشتغل؟ لازم يكون عندك جهاز. إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة. تفضلي يا ميسم.
دكتور أنا اليوم النت طلي قطع عندي كثير لدرجة إني يعني المحاضرة ما حضرتش منها غير أشياء بسيطة، متى رح تنزل محاضرات على الإي-ليرنينج أو على اليوتيوب؟ ما حكيت هلأ إنه بنزلهم أول بأول على الإي-ليرنينج، بس المرة الماضية كان في مشكلة بالإي-ليرنينج، يعني أنا رفعتها على اليوتيوب بس ما قدرت أنزلكم إياها على الإي-ليرنينج، بحط لكم اللينك اليوم إن شاء الله للمحاضرتين. تمام ماشي الحال على الإي-ليرنينج، أول بأول على الإي-ليرنينج بيكونوا آه إن شاء الله. تمام يعطيك العافية، شكرا. هلا هلا، الله يعافيكم. خلص هيك؟ في أي استفسار؟ يعطيكم العافية جميعاً.